اهلا بكم في كايرودار. النهارده هنتكلم مع بعض ازاي نتعامل مع ورقه الامتحان. ورقه الامتحان الجيولوجيا عباره عن 6 اسئله مدتها 3 ساعات. احنا بنختار 5 اسئله من الستة، اذا معناها ان كل سؤال مدته الافتراضيه نص ساعه بالظبط، وهناخد نص ساعه في الاخر لمراجعه الامتحان كله على بعضه. مهم جدا ان احنا نقرا الاسئله بشكل متاني جدا، لازم نقرا السؤال كويس، خاصه ان هناك اسئله مركبه. يعني السؤال مثلا على سبيل المثال اول ما هي المحميه واذكر اهم اهدافها وامثله لها في مصر، يبقى لازم اقرا الاجزاء واحاول ان انا اعلم على كل جزء ان انا حليته كويس. الامتحان عباره عن 6 اسئله، السؤال الواحد الف وب وجيم. غالبا الاسطمبة الامتحان ان الف بتبقى عباره عن 4 نقط وعليها 4 درجات، غالبا 4 علل 4 صوب. اذا السؤال الف عموما مكون من 4 نقط عليه 4 درجات، السؤال ب عليه 3 درجات غالبا، السؤال ج عليه 3 درجات، يبقى السؤال الواحد عليه 10 درجات كامله. في 5 اسئله بنختارهم من الستة يبقى 50 درجه، ودي درجه الجيولوجيا. مهم جدا، قلنا مهمة قوي قوي، نقرا الاسئله كويس جدا جدا، نتأنى جدا في الاجابه. قلنا برضو الاسئله اللي فيها جزئيات متعدده نحاول نتاكد منها كويس جدا. لازم نخصص وقت لمراجعه الامتحان، لان المراجعه دي شيء مهم جدا جدا. دايما نبدا بدايه اي سؤال بصفحه في كراسه الاجابه، يعني ما نبداش في نص صفحه، ويفضل ان احنا نجاوب الاسئله مترتبه. طبعا من حقك ان انت تختار، اذا جاي الامتحان 5 اسئله من 6 اختار اي 5 اسئله، مش بالضروره يبقى فيه سؤال اجباري فيهم. غالبا في الامتحانات اللي سابقه ما فيش حاجه اسمها يعني سؤال اجباري، عندنا بنختار 5 اسئله من ال6 اسئله. برضو مهم جدا جدا ان انا انسق اجابتي، مهم جدا جدا. اذا كان عندي سؤال محتاج نقط ما اكتبش السؤال على بعضه، لازم اكتب نقط تحت بعضها، دي مهمة جدا، بتسهل مأمورية المصحح طبعا، وبيخليك تاخد درجات وبيخلي إجابتك أكثر وضوحا. إن شاء الله هنتعامل بإذن الله مع نموذج امتحان يوضح الكلام ده بالتفصيل. وتمنياته يكون إن شاء الله بالنجاح والتفوق مع كايرودار.